السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكون احوالكم طيبه. اليوم اختكم طيقه، ما عنديش نهائيا دي انرجي، طيقه فيها واحد الكسل البنات، واحد الخمول. 8 ونص هادي الجو عندنا ماشي هو هذاك، شي 5 دقائق كتلقاو الشمس، 5 دقائق الشتاء، حايرين مع الجو. وعندي واحد الروينه يا البنات، المهم الاولاد كيعاونوني شويش. حكيم مسكين كيطوف في الفراش، علي كيغسل في المواعن. فعندي واحد الروينه درت الميناج في الجوج ديال البيوت، وخرجت كاع دوك الحوايج ديال الشتاء. ملي كتوصل هاد القوطه كتبدا الشمس، كنخرج الحوايج ديال الشتاء، كنطويهم ونحطهم في دي فاليز بحال هكذا، ونخرج الحوايج ديال الصيف ونقادهم نديرهم في دي تيغوار. فانتوما كتشوفوا البنات الروينه اللي عندي هنا. يعني عندي الخدمه، فكنفضل نديرهم انا دابا قبل من رمضان، لان في رمضان غادي غتولي القضيه صعيبه عليا. فبين ما الاولاد كيديروا الميناج، انا غادي نمشي نتقدى، لان هاد اليومين هادي كنقول نمشي نتقدى، ومع الخدمه وهذا كنسالي مع الطلعه وكنكون عيانه. شوفوا هاد البنات راه حتى العبيد، باش غادي نحط الكاميرا كنضرب الكاميرا في الدار. انا البنات غادي نمشي نتقدى ونرجع نكمل الفيديو. دونك البنات، اقرب محل مغازانيه هي ليدال، وبصراحه كيناسبني الامر لانه كتعتبر من ارخص محلات في فرنسا، ما كنلقاوش فيها كلش، ولكن الاساسيات كناخذهم، والباقي راه من عند الجزار والمارشي، الخضره واللحم. Il y a plein dedans, il y a quand même bizarre tout le reste là. Et j'ai pas entendu. Ah si, maman. Donc voilà, je t'ai pris le saumon, le conti barré. Regarde, les mamans, saumon. Donc, c'est tout. يلا دخلت من تقد ديال البنات، تقريبا تقديت غير شي ديك السيمانه بحال هكذاك، ما خدتش بزاف ديال الحوايج، لان الشاري وعمر عندي وانا ما نبغيش هي كثر تثقل، فماشي بالضروره الحوايج نتاع رمضان، لانه بصراحه انا من داك النوع اللي نفسيتي ما كتكونش مستعده قبل رمضان، ما كنستعد حتى ديك اليومين قبل، لان نتوما على بال الواحد ما كيكون كيفطر بوحديتو، فما ما زوينه شي. دونك خدت غير الحمص وخلاص، هذا زعما رمضان ما خدت ليه حتى شي حاجه بصراحه، يعني غير الحمص نرطبو وخلاص، يعني تقديت غير تقديه عاديه، وهاد التمر هذا خدته بديك شي 3.50 €، ما عرفتش ما عندهم شي، غتكون كاليتي زوينه، ولكن علاش لا الواحد يدق منه وخلاص. وما لي زيبيس انا مثلا ناخذهمش من عندهم، ولكن لقيت جونجون، لقيت هذا الطاجين، وبما انه السبت فالمحلات مدكسه فوق القياس، ما بغيتش نبقى ندور بزاف، قلت ما عليه ناخذ. وهذه اول مره كنشري الماكياج في هذا المغازا، لقيت هذا بجوج ديال الاورو، ولقيت البرودوي الثاني ب 1 €، دونك نجربوا البنات ونقول لكم اش كاين. يعني هذا ما عطى الله البنات، ماشي شي تقديه، غير تقديه عاديه، وحكيم اللي فرحان بالسوسات ديالو. واي يلاه شفتوها جاي ياخذ الكلاص، زربان على الكلاص الاول. دونك البنات، ملي ساليت التقديه ديالي، تسعند الجزار نشري شويه ديال اللحم، وقدامو كاين البازارات، لقيت واحد الطابي هذا. فالطابي اللي عندي بصراحه كيقول لك يعذبني بزاف، كيجمع لي بزاف ديال التراب، حتى بالسبيراتور ما بقاش يتنقالي، وفي نفس الوقت قلت نبدل، علاش لا، الاخر خفيف كيدوز في لا ماشين، فشريت واحد طابي حكيم. اكيد اول واحد يقعد فيه، دونك
فبغيت نبدل شويش بصراحه، وهذا راه خفيف على الثاني وما غاديينش كيديروا شي ديك 40 اورو. هذاك الكحل كنت شريته هذه تقريبا شي 4 شهور، وقلت نبدل شويش وخلاص. دونك شفتوا البنات علاش عندي روينه في الصالون؟ لانه كيف ما قلت لكم كان نحيد الحوايج ديال الشتاء، فكنستغل الفرصه في نفس الوقت ندير غون نيتواياج، يعني لي تيغوار كلش كنخرج الحوايج، كنظف لي تيغوار، كندير لو تري الحوايج اللي ما بقاوش يجيو قدو نحيدهم، وكذلك اللعاب والديكوراسيون كلشي تنبدل. البيرو ديال الحكيم حتى هو رميتو، لي جو ديالو اللعب ديالو كيدير لي تري الحوايج المهرسين، على داكشي خرجت كلش في الصالون باش ندير لو تري على راحتي، وكذلك نظف لي شومبغ على راحتي. انا لا شومبغ ديالي صراحه ديما ما كديرش البوردال، ف اكثريه كتكون يعني بيت حكيم الدراري صار نتوما على بالهم اللي كتكون فيه كثره الروينه. ومن بعد الشقه البنات المتعه، وما كيما خير المتعه ديال الكرش. دونك ولدي الكبير ملي كيجي عندي دائما من باري يكون عنده ديك الويكاند ولا 3 ايام هكا ولا 4 ايام، فديما كندير ليه نحاول ندير ليه الشيبات اللي كيبغيها. بطبيعه الحال كيموت على الطاجين، وفي نفس الوقت عرض على صاحبه لانه كاين الماتش، وانا بصراحه ما كنبغيش نتفرج في الماتش، فكنصيفطهم للبيت ديالي يتفرجوا تما على راحتهم. فغادي ندير له الطاجين تاع الغنمي، وتشهيت كذلك البرغل، هذه اول مره كنديرو، فغادي نجرب ونشوف اشنو غيعطيني. يعني كانت شرحت لي امينه كنديرو شويه ديال الزبده، اما الطاجين فانا غنديرو بالحمص، وقالت لي ديري معاه الفيرميسيل والبرغل، ولكن بصراحه ما كنتش عاقله واش البرغل الابيض ولا الكحل. المهم انا لقيت عند الجزار الكحل، فغادي نجربو هاد المره هادي، يعني غندير نفس الطريقه اللي قالت لي، شويه ديال الزبده شويه الفيرميسيل. غير هي جيت نشوف لقيت نسيت ما شريتش الفيرميسيل، وبصراحه ما فيا ما نخرج، فمعليش غادي ندير غير سباليتي نقطعها عادي. انا ماشي من داك النوع اللي نبقى نعقد في الامور، الا ما نقصني شي حاجه كان ممكن نعوضها بحاجه ثانيه. فغادي نقطعو وندير شويه ديال البرول، ونخليه يتقلى مع الفيرميسال غير يحمر شويش، نزيد البرول ونغطيه بالماء، نقص عليه البوطا ونخليه يطيب على راحته. دونك البنات كنت ناويه نمشي نطوي الحويجات، ولكن حكيم تشهى شلاضه، قال لي ماما ديري لي شلاضه. انا عندي واحد جوج ولاد بجوج كيتوحموا، واحد كيتوحم على الطاجين وواحد كيتوحم على شلاضه، خلاو العيالات ما يقولوا. فغادي ندير له شلاضه خفيفه هكا ظريفه، ومن بعد عاد نمشي نحاول نطوي دوك الحويجات اللي قدرت عليهم. البنات العشاء ديالنا واجد، العشاء يلا 6:30 وكذب عليك البنات يعني من الصباح وحنا جري 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 ما تغدينا شاي، الولاد كانوا غير شويه ديال الشيبس، فلذلك غناكلو بكري. الطاجون ديالي هو واجد، باقي ما طقتوش شاي، ان شاء الله يكون زويون.
والشلاضه ديالي والبرغول، وبطبيعه الحال اول واحد جالس على الطابله هو حكيم. اما جوج ولدي وصاحبه فقاعدين كيتفرجوا في الماتش في البيت. عيطت لهم قال لكم بعد الماتش، فانا عندي ماتش مع كرشيف، ما غنتسناهم شي، حقهم في الجنه ياكلوا من بعد الى حبوا. وهذا ما عطى الله البنات، شاركت معكم النهار ديالي عادي. فان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. شكرا لكم مره اخرى على التعليقات ديالكم الطيبه، شكرا لكم على المشاهده ديالكم. ومره اخرى اعذروني البنات، مؤخرا ما عنديش بصراحه الوقت باش غنجاوب بزاف. فملي رجعت من اسبانيا وانا جري 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 جري، فان شاء الله يعني في الفيديوهات الجايه ناخذ الوقت نجاوبكم. وتهلاو ليا في راسكم كالعاده.